أنا فيصل مفتاح أحمد عريقيب، الوالد في 69 لما قامت الثورة كان في مدينة روما مرافق لأخوه للعلاج، كان يشتغل أو موظف رئاسة مجلس النواب طبقا لقانون بريطانيا whatever اللي موجود في بريطانيا اليوم. هو كان رئيس مجلس النواب في ذاك الوقت. رجع لليبيا من المطار للسجن طول بورتا بينيتو، قعد في السجن 3 سنين. أنا شخصيا كنت طالب في مدرسة الشويفات في بيروت. بالأوضاع اللي صارت في ليبيا في ذاك الأوان اضطريت ترك الدراسة والاهتمام بالعائلة. أثناء فترة حكم القذافي أثرت القوانين اللي صدرها معمر القذافي في ذاك الأوان على العائلة، والقوانين عديدة كمثل تأميم التجارة، الأراضي والمصلحة العامة، الإيجارات وقانون رقم 4. أخذ مننا عمارة في شارع شوقي، عمارة في باب ميدان باب بن غشير كان الوالد مأجرها لبيت الطلبة، وكان مساعد الجامعة في الإيجار للطلبة تشجيعا للطلبة، والجامعة موثقة وعندي فيه رسائل. الأراضي اللي كانت مستنفع منها الليبيين وكانت مأجرة شركة الفيات مننا، أخذتها التجارة الشركة العربية للاستثمار الداخلي وأخذوا فيها تفويض 3.5 مليون. والشركة هدية أفلست. في نفس الوقت القذافي دار اطراح في عهده، طرح إنه هو تشجيعا لبناء الاقتصاد الليبي يطلب من الليبيين المساهمة في بناء الاقتصاد الليبي بمساهمتهم في الشركات اللي هو يبي أسسها. بوي واحد من الأشخاص اللي ساهم في بناء اقتصاد ليبيا بمساهمته في الشركات هدية. الشركات هدية كان عددها يجي 15 شركة، أساهم فيها الوالد ب 380 ألف دينار ليبي. الشركات أفلست، لعبوا فيها جماعته، أثرت فينا. واحدة من خطاباته قال أنتم لما طلعت الكلمة في الشارع إن الشركات دارها هو ووصلاته، لأن كان عنده مكتب معلومات يوصلوا له في كل شيء، قال أنتم ما خصكمش، هذه أنا سمحها بوداني وشايفها بعيوني في التلفزيون، إن أنتم ما خصكمش بالجماعة متاعي، أنا مسؤول عليهم يديروا اللي يبوا. شوفي شوفي الجرأة، الجرأة متاع حاكم جاي ليحكم بلد.